الاجتماع اليوم هو اجتماع اللجنة التحضيرية من أجل المصادقة على جميع الوثائق اللي تم إعدادها اللجان، غتتم المصادقة ديالها، وكذلك تحديد جدولة من أجل زيارة الجهات من أجل انتخاب المؤتمرين للمؤتمر الوطني الرابع. الحمد لله لحد الساعة الإخوة اللي حضروا راه نفس العدد تقريبا، كنتجاوزوا 96 عضو ديال اللجنة التحضيرية. وغدا سيكون لقاء جماهيريا بجهة طنجة الحسيمة لجميع الأقاليم ديال الجهة، منتخبين أعضاء مجلس وطني، البرلمانيين ورؤساء الجماعات ورؤساء المجلس الإقليمية عبروا على الحضور ديالهم، وسيكون يوما تاريخيا غدا، لأنه هو آخر لا ديغنيير لين دغوات للمؤتمر الوطني الرابع إن شاء الله. وبرغم من النداءات ديال اللي صدرات والبلاغات اللي صدرت من أجل مقاطعة هذا المؤتمر اللي اعتبروه البعض بأنه غير قانوني، اللي بغى يصدر شي بلاغ صدروا هذه البلاغات. انا كذكرون العدد في الصحاف ايام العراق، البلاغ رقم واحد، البلاغ رقم جوج، البلاغ. ولكن البينه غدا غيتبين لهم هاد البلاغات ديالهم شنو التاثير ديالها، واش كيلحقوا، واش كيحضروا الناس، واش كيتصنتوا لهاد البلاغات ولا ما كيتصنتوش لها. والاجتماع اليوم ديال اللجنه التحضيريه كيفاش داز، وكيفاش التواصل مع الناس المنتخبين والمسؤولين ديال الجهه؟ الاجتماع اللجنه التحضيريه هو اللي غادي يدوز دابا، الحضور قلت لك الحضور بالجميع الاعضاء ديال اللجنه التحضيريه اللي صوتوا على الرئاسه، وغدا غادي نشوفوا ان شاء الله بحضوركم، وغادي تشوفوا عدد الحضور اللي غادي يكون. وهاد البلاغات اللي كتصدر ماشي اول مره، راه صدر البلاغ العيون شفتوا الحضور، وصدر البلاغ ديال مراكش شفتوا الحضور، وصدر بلاغ بني ملال اللي حضروا جميع البرلمان وجميع المنتخبين، ونفس الشيء بالنسبه لطنجه. وكنتمنوا لانهم يرجعوا ومرحبا بهم في اللجنه التحضيريه، مرحبا بالاخوان، حنا هذا حزب ديال الجميع اللي بغى يلتحق مرحبا به. حنا غادي نبداو انتخاب المؤتمرين، واللي مستعد ياخذ معنا هذا المشوار من اجل بناء حزب جديد، حزب ديال جيل جديد، من تطبيق الخطاب صاحب الجلاله اللي كيعني فيه لانه نريد نخبه جديده وجيل جديد اللي يقود المغرب للمكان القدام. واش يمكننا نقولوا بان الانطلاقه الحقيقيه تكون من طنجه؟ الانطلاقه الحقيقيه انطلقت من طنجه.